السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي. بنبدأ النهاردة المحافظة الثانية، محافظة الجيزة. يرمز أكمل العبارات الآتية: يرمز لعنصر الكالسيوم بالرمز Ca، بينما الحديد الرمز الكيميائي لعنصر الحديد. تعتبر الطاقة نقط أنظف أنواع الطاقات طبعا الشمسية: الديونيا من النباتات المفترسة، بينما السيكاس من النباتات معرات البذور. السيكاس والإيه والصنوبر زي ما احنا عارفين. العدد الذري هو عدد البروتونات أو عدد الايه الالكترونات، لان الاتنين بيساووا بعض. بينما تكون الذره عندما تكون الذره متعادله كهربيه. وحده قياس الحجوم سنتيمتر مكعب، بينما وحده قياس الكتله الجرام لسه حلنا في محافظه القاهره. يتشبع المستوى ال ب 8 الكترون مكررة برضو. احسب طاقة وضع الجسم وزنه 20 نيوتن موضوع على ارتفاع 8 متر من سطح الارض. طبعا طاقة الوضع هتساوي الوزن في الارتفاع. لازم اكتب القانون: الوزن على طول مباشر 20 في 8 بيساوي 160 جول، لان وحدة القياس ايه بالجول. اذكر اسم عنصر سائل يتكون جزيئه من ذرة واحدة الزئبق، بتكرر كتير السؤال ده برضو في الامتحانات. نبات من الصرخسيات كزبرة البئر والفوجير. كزبرة البئر والفوجير طبعا برضو متكرر في المحافظة اللي قبلها. علل لما يأتي: لا تدخل الغازات الخاملة في التفاعل الكيميائي لاكتمال مستوى الطاقة الخارجي بالإلكترونات. تنتهي قدم الجمل بخف مفلطح وسميك، لماذا؟ لحمايتها من الحرارة الشديدة وتمنعها من الغوص في الرمال. تمنعها من الغوص في الرمال. تاني، تمنعها من الغوص في الرمال ولحمايتها من ايه؟ من الحرارة الشديدة. عدم استخدام الماء في اطفاء حرائق البترول متكررة كتير، لان كثافة زيت البترول اقل من كثافة الماء، وبالتالي يطفو وتزداد الحرائق. مكرر في معظم المحافظات. تلجأ بعض النباتات إلى افتراس الحشرات، لماذا؟ ليه؟ عشان الحصول على النيتروجين، للحصول على النيتروجين لتصنيع البروتينات. خمسة، طاقة وضع الجسم الساقط لحظة وصوله لسطح الأرض بتساوي صفر. لسه مجاوبينها برضو في المسألة بتاع محافظة القاهرة، يعني نفس الأفكار. لماذا؟ لأن الارتفاع بيساوي صفر. الارتفاع بيساوي صفر، إذن طاقة الوضع بتساوي صفر، لان طاقة الوضع بتساوي زي ما احنا عارفين الوزن في ايه؟ في الارتفاع. طب الارتفاع في هذه اللحظة بيساوي صفر، اذا طاقة الوضع بتساوي صفر. اذكر اهمية واحدة لكل مما ياتي: سبيكة النيكل كروم تستخدم في صناعة ملفات التسخين. في السخان والمكوى. المنقار الحاد المعقوف في الجوارح، تمزيق
لحم الفريسة أو الفرائس اللي بياكلها. الخلية الشمسية، تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربية، تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربية. دي رقم 3. رقم 4، التكيف أهميته، ملائمة الكائن الحي مع البيئة، تختفي من البيئة عشان تصطاد الفريسة بتاعتها. في حاجات كتير في التكيف، سلوكي وتركيبي وإيه وظيفي زي ما احنا عارفين. الأسنان الأمامية للقنفذ، القبض على الحشرات، القبض على الحشرات. ماذا يحدث عند تلامس جسمين متساويين في درجة الحرارة؟ طبعا لا تنتقل حرارة بينهما، لا تنتقل حرارة بينهما. اكتساب الإلكترون في مستوى طاقته كما من الطاقة، ينتقل إلى المستوى الأعلى، ينتقل للمستوى الأعلى وتصبح الذرة مسارة. ذرة مسارة، السؤال ده مهم يا جماعة، مسارة بالساء مسارة. اكتب المصطلح العلمي. ناتج اتحاد ذرتين او اكثر لعناصر مختلفة بنسب وزنية ثابتة، طبعا ده تعريف المركب. طريقة تنتقل بها الحرارة دون الحاجة لوسط مادي، تنتقل من خلاله عملية الإشعاع، طرق من طرق الإيه؟ انتقال الحرارة. كتلة وحدة الحجوم من المادة، الكثافة، السلوك الذي تقوم به الحيوانات الصحراوية، طبعا الصحراوية يبقى مباشرة الخمول الصيفي، الخمول الصيفي لتجنب الارتفاع الشديد في درجة الحرارة. المقدرة على بذل شغل أو إحداث تغيير الطاقة. قدرة بعض الكائنات الحية على محاكاة الظروف البيئية المماتنة، وتغير اللون أو الشكل بتاعها عشان تقدر تحاكي ظروف البيئة. اذكر فرقا واحدا بين نبات الفول، قلنا ذات فلقتين، ذات فلقتين. نبات القمح ذات فلقة، ذات فلقة واحدة. جزيء النشادر وجزيء المية، طبعا ده 3 ذرات. هنا بالنسبة للنشادر 4 ذرات، ذرتين مختلفتين وذرات مختلفة. النشادر NH3، يعني ذرة نيتروجين وثلاثة هيدروجين. هنا المية H2O، لازم نكون عارفين التركيب بتاعه. الشكل المقابل يمثل نقط، طبعا العمود البسيط، العمود البسيط. لوح الخرسين هو القطب السالب زي ما احنا عارفين وخدناه في العمل قريب، بينما لوح النحاس هو القطب الايه الموجب. وينغمسان في محلول حمضي او حمض كبريتيك مخفف، لازم نحفظ الكلام ده يا جماعة لانه بيتكرر كتير. السؤال الرابع والاخير، صوب ما تحته خط. تحور الطرفان الاماميان في الخفاش الى مجاديف، طبعا الى اجنحة للطيران. يحتوي الفك العلوي للارنبيات على زوج واحد، لا زوجين. جسم كتلته 3 كيلوغرام، يتحرك بسرعة 4 متر على الثانية، تكون طاقة حركته 32 جول، طبعا طاقة الحركة معروفة
ساوي نص الكتلة في مربع السرعة، نص كتلة 3 مربع السرعة، 4 × 4 = 16، 2 × 1 على 2 × 8 بيساوي 24 جول. رقم 4، تتحرك اليوجلينا بالأقدام الكاذبة؟ طبعا لا، الأميبا، وعارفين رسمتها طبعا لأن من الكائنات الدقيقة اللي لازم نكون عارفينها. من الحيوانات التي لها دعامة بالجسم؟ قنديل البحر طبعا لا، لها دعامة بالجسم اللي هي الايه، زي القواقع والمحارات. رقم 6، تسبب المبيدات الكيميائية تلوث كهرومغناطيسي؟ لا طبعا، كيميائي، هي كيميائية يبقى كيميائي. قطعة من حديد حجمها 10 وكتلتها 78، احسب كثافتها. كثافة الحديد كتلة على حجم، كتلة كام؟ 78 على الحجم 10 بتساوي 7.8 جرام على سنتيمتر ايه، مكعب. رقم جيم، وضح بالرسم التخطيطي التوزيع الالكتروني للالومنيوم والنيون. الالومنيوم، الالومنيوم 13 كي ال ام، واتفقنا الحصة اللي فاتت ان اكتر من 10 عندي كي ال ام. اكتر من 10 قلنا بنحط 2 × 8، نطرح 10 من 13 يبقى 3. عندي العنصر الثاني نيون، ان اي 10، طبعا هنا ما عملتش 27 ولا هنا 20 لان ايه، ما يلزموناش حاليا في ايه، في التوزيع الالكتروني. هنا 10 يبقى 2 بس، 2 و8 كام؟ 10. دايما بنعمل النواة هنا كي ال، ما نسيبش حاجة عشان ما ننقص درجات. ده التوزيع الالكتروني بالنسبة للالومنيوم. لو طلب مني وكاتب اصلا اسم العنصر الالومنيوم والايه والنيون. اخر حاجة، عرف كل مما يأتي: النوع وطاقة الحركة. النوع طبعا اشتراك مجموعة من الافراد في الشكل الخارجي وتتزاوج فيما بينها وتعطي افراد خصبة. طاقة الحركة هو الشغل المبذول اثناء حركة الجسم او نتيجة حركته، أثناء حركة الجسم أو نتيجة حركته. دي كانت المحافظة التانية.